السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى مجمل القول وملف هذا المساء. العالم في حصاد العام 2019. أهلا بكم. العالم في نهاية العام 2019 قد يبدو أكثر تفاؤلا، وهو يدلف إلى العقد الثالث من الألفية الميلادية الثالثة، وإن كانت أوضاعه السياسية والاقتصادية ليست أفضل حالا من العام الذي سبقه. المنطقة العربية قد يكون حراك الشهرين الأخيرين من هذا العام المنصرم هو اللافت فيها أكثر، بخروج احتجاجات تثبت تململ العراقيين واللبنانيين من الهيمنة الإيرانية على مستقبل بلادهم والتحكم بمصيرهم الذي ازداد فقرا وفسادا وزعزعة للاستقرار. حراكهم هذا حرك في إثره الشارع الإيراني ضد نظام يسير بهم إلى الهاوية، وما زالت جذوة هذا التحرك متقدة. وفي المغرب العربي يبدو الوضع أفضل حالا، خلا ليبيا التي تئن نتيجة تغول تركي يبحث عن أطماع تاريخية آفلة. وفي العالم تبدو روسيا عائدة بقوة كقطب جديد يملأ الساحات التي خلفتها الولايات المتحدة وراءها، والتنين الصيني في صراع تجاري مع الدولة الأقوى عالميا في وقت يدخل فيه حلف شمال الأطلسي غرفة العناية الفائقة في موت دماغي كما وصفه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، وبعزوف أمريكي بسبب تمويل الحلف. عالم متلاطم بالخلافات يسعى إلى السلام. أهلا بكم. لملم عام 2019 أوراقه ليغادرنا محملا بعنوان سطر بالخط العريض، عام الأحداث الكبرى للمنطقة العربية والتي ما تزال تداعياتها متواصلة حتى الآن، وربما تسلم 2019 ملفاتها إلى عامنا القادم. في عام 2019 ابتعد أو غاب عن الحكم 6 سلاطين، إلا أن بعضهم غيب بسبب الأحداث التي اجتاحت المنطقة العربية، ويأتي من بينهم السوداني عمر البشير والجزائري عبد العزيز بوتفليقة اللذين استقالا بفعل ضغط الشارع، كذلك التونسي باجي قايد السبسي الذي فارقنا. ولم تكن كل تلك التغييرات لتحدث لولا موجة الاحتجاجات التي اندلعت في عدة دول عربية آخرها العراق. في هذا العام أيضا شهد مقتل أبو بكر البغدادي في غارة أمريكية على مقر إقامته في إدلب السورية. مع مطلع شهر أكتوبر في العراق اندلعت شرارة الاحتجاجات الشعبية مطالبة بتغيير الطبقة الحاكمة في العراق والنظام السياسي الذي يتخذ من الطائفية مرجعا له، وعلى أثرها استقال رئيس الحكومة عادل عبد المهدي في 30 نوفمبر. إلا أن هذه الاستقالة لم تخمد شرارة الاحتجاجات العراقية حتى الآن، حيث ما يزال العالم ينتظر تسمية رئيس وزراء جديد للبلاد في وقت يطالب فيه المحتجون بتغيير شامل في منظومة الحكم. باختلاف المكان وتقارب الزمان، سيناريو متشابه يعاد كتابته في بيروت نقلا عن بغداد، إذ انطلقت هناك في 17 أكتوبر مظاهرات ضد الطبقة السياسية الحاكمة أدت إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر. وبعد مشاورات ما تزال آثارها مستمرة، تم تكليف حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة في 19 ديسمبر، وما يزال دياب يسعى لتشكيل حكومته وسط مخاوف من تأثيرات كبيرة لعدم الاستقرار السياسي الذي أدى لاهتزاز كبير على الاقتصاد اللبناني ودفعه لحافة الانهيار.
احتجاجات الشارع تعتبر هي التطور الأكبر الذي شهدته معظم أنحاء المنطقة العربية، إلا أنه كانت هناك أحداث أخرى مهمة أثارت وما تزال تثير الرأي العام في هذه الدول. ففي عام 2019 توفي الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي عن عمر ناهز 92 عاما، ثم تولى من بعده رجل القانون الدستوري المستقل قيس سعيد. أيضا شهد عام 2019 استفتاء مصر على تعديلات دستورية أثارت الجدل في 20 أبريل، تتيح هذه التعديلات للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030. وفي شهر مارس قتل متطرف 50 شخصا في مسجدين بنيوزيلندا، وعلى ذلك شددت الحكومة قوانين حيازة السلاح، وعلى أثرها سلم مواطنون نيوزيلندا 37,000 قطعة سلاح. يعتبر استمرار عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإجراءات الديمقراطيين لعزل ترامب أحد أهم الأحداث التي مرت خلال هذا العام. وما تزال الحرب السورية مستمرة منذ 8 سنوات وحتى الآن. ففي شهر أكتوبر سحب الرئيس الأمريكي ترامب جنوده بشكل غير متوقع، وعلى إثر ذلك أرسل الرئيس التركي أردوغان القوات التركية عبر الحدود لاتخاذ إجراء ضد الإرهابيين الأكراد على حد وصفه. سلم عام 2019 مهمته وأوراقه للعام الجديد، والآن نحن نرحب بعام 2020 كمدون جديد تأمل من خلاله الشعوب العربية والعالمية أن يكون عاما تنقشع فيه الغيوم ويتيح لحمام السلام أن يحلق في سماءه. أهلا بكم يا سيدات والسادة إلى مجمل القول وملفنا هذا المساء حول حصاد العام 2019. يسعدني أن أستضيف فيه الأستاذ منيف بن عماش الحربي الكاتب والمحلل السياسي، ومن باريس عبر أقمار الاصطناعية السيد رامي خليفة العلي الأكاديمي والمحلل السياسي. السيدات والسادة، فاصل قصير ثم نعود بعده لنبدأ النقاش في ملف هذا المساء، لا تذهبوا بعيدا. بكم من جديد إلى مجمل القول وحلقة اليوم التي نخصصها حول حصاد العام 2019. ضيوفي السيد منيف بن عماش الحربي الكاتب والمحلل السياسي، والدكتور رامي خليفة العلي أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة باريس. دعنا نبدأ معك أستاذ منيف، ونبدأ من الخليج لننطلق بالتالي المنطقة العربية والعالم. كيف ترى الوضع الجيوسياسي اليوم في منطقة الخليج العربي في نهاية عام 2019؟ طبعا حالة لا حرب ولا سلم هي الوصف الذي ينطبق على حالة الخليج بسبب ممارسات طهران. بلا شك أنه 2019
شهد ذروة الصراع إذا أخذناها بحسب الأحداث اللي حدثت في 2019. بعد إعلان بومبيو في مايو 2019 إيقاف الإعفاءات عن 8 دول مستوردة للنفط الإيراني، أعتقد طهران وضعت استراتيجية من 3 ركائز أساسية، وهي الاعتداء على ناقلات النفط لمحاولة إيصال سعر النفط إلى 100 دولار، وبالتالي إعاقة فرصة فوز ترامب في جولة في الانتخابات القادمة في 6 نوفمبر 2020. المسار الثاني هو دفع الأمور إلى حافة الهاوية، بحيث أن تتلقى طهران ضربات من الولايات المتحدة وتصبح على غرار ما قام به الخميني في 88 عندما تجرع السم وقبل قرار مجلس الأمن 598. فبالتالي خامنائي كان يسعى إلى تلقي هذا الضرب اللي تكون مبرر له للتفاوض مع الولايات المتحدة، خاصة أنه نعرف أنه هناك فتوى من الخميني بعدم التفاوض مع الولايات المتحدة. المسار الثالث هو مسار اللي أعلنه محمد جواد ظريف، وهو اتفاقية عدم اعتداء وحرمز للسلام، وأعلنها في بغداد وأيده لافروف. هذه الاستراتيجية الإيرانية كانت بحيث أي مسار من المسارات الثلاثة يوصل طهران للخروج من المازق الكبير بعد العقوبات، لكن اللي ثبت أن الولايات المتحدة أدركت مبكرا هذه الاستراتيجية الإيرانية، وبالتالي لم تمكنها من الوصول إلى واحدة من المسارات الثلاث. تم أفشالها كلها. تم أفشالها، ولكن مع ذلك كانت طهران وصلت إلى ذروة التصعيد في 20 جون 2019 بإسقاط الطائرة الأمريكية بدون طيار اللي هي تكلفتها تقريبا 130 مليون دولار، أيضا الاعتداء على في 14 سبتمبر على أرامكو. فبالتالي طهران أرادت أن تدفع الأمور إلى حافة الهاوية، ولكن ثبت فعليا أن طهران لم تستطع الوصول لما تريد. لا زالت العقوبات هي الأشد، هناك خسائر أعلنها براين هوك 50 مليار دولار خلال عام، هناك في نوفمبر عندما رفعت أسعار البنزين هناك انتفاضات في 110 مدينة. موسوي أعلن أنه كما ذكرنا سابقا أنه أعلن أنه إيران تشبه حالة الخميني الشاه في آخر فترته. فبالتالي هي حالة لا حرب ولا سلم، ولكن في المشهد الواضح طهران هي في أضعف مراحلها مقارنة بمسارها خلال 40 عام. سات لإيران، لكن دعنا في الخليج الآن. هل تعتقد أن الإسراع في تشكيل قوات مشتركة خليجية بحرية جوية برية التي كانت نواتها دير الجزيرة ومقر مشترك أو موحد لقيادة الأركان هنا في الرياض بعد خطاب خادم حرمين الشريفين في القمة الخليجية الأخيرة وتنبيهه إلى الخطر الإيراني والاعتداءات، قد يكون يعني هو الحدث الأبرز خليجيا في نهاية هذا العام؟ قبلها أعتقد اجتماع رؤساء الأركان بعد الاعتداء على أرامكو في 14 سبتمبر، عندما تحدث رؤساء الأركان الخليجيين مجتمعين الدول الست أن الأمن القومي الخليجي كل وليس جزء، ومن ثم أيضا إنشاء القيادة العسكرية وإنشاء الأكاديمية. أنا أعتقد أنه مستوى التنسيق الأمني والعسكري والاستخباراتي الخليجي آخذ بالتطور وآخذ بالمزيج من التنسيق العالي، أعتقد هذه نقلة مهمة. لكن أؤكد أنه اجتماع الأركان في وقت مهم وكان هناك إجماع، لا تنسى أنه في إجماع عمان قطر نعرف الكويت وعلاقتها مع طهران، مع ذلك كان هناك إجماع كبير. أنا أعتقد أنه الخليج الآن هناك وعي أكثر من السابق بأهمية الأمن القومي الخليجي. نشأت الخليج مجلس التعاون كان نتيجة ثورة إيران، تصدير محاولة تصدير الثورة. اليوم هل نشأت بعد هذه الاعتداءات الإيرانية أيضا مرحلة جديدة للمجلس التعاون إلى الاتحاد؟ البيان الختامي للقمة الخليجية وذكرتها في مقابلة سابقة أنه أعتقد أنه خادم الحرمين الشريفين قام بمرحلة التأسيس الثاني لمجلس التعاون. لو تلاحظ ذكر عن العلاقات مع الولايات المتحدة، العلاقات مع فرنسا، العلاقات مع بريطانيا، العلاقات مع روسيا، العلاقات مع الصين، 80 بند في البيان الختامي. أعتقد ما حدث في قمة الرياض هو التأسيس الثاني لمجلس التعاون بعد التأسيس الأول في 81. نعم. سيد رامي خليفة العلي من باريس، نخرج من الخليج إلى العراق. يبدو العراق اليوم هو المنطقة
الأسخن في المنطقة العربية والمشرق العربي تحديدا، هل تعتقد أن العراق اليوم على مفترق طرق بعد الضربات الأمريكية وتحركات ميليشيا الحشد الشعبي، اقتحامهم المنطقة الخضراء، وصول السفارة الأمريكية، تهديدات أمريكية بالرد، هل نحن على مفترق طرق لمستقبل العراق في قادم الأيام؟ باعتقادي الدكتور غنام بأن توصيفك دقيق إلى حد بعيد، باعتبار أن ما حدث في العام 2019 ربما ليس حدثا مهما في هذا العام وحسب، وإنما ربما على امتداد السنوات الماضية، وهي أن الشعوب في العراق ولبنان على وجه التحديد ثارت ضد النفوذ الإيراني. النفوذ الإيراني ترسخ خلال السنوات الماضية مع وجود ميليشيات طائفية قامت إيران بتأسيسها، سواء الحشد الشعبي في العراق، حزب الله في لبنان، وأيضا قامت بإنشاء ميليشيات في كل من سوريا، وساندت ميليشيات موجودة في اليمن. ولكن الحقيقة خلالها العام الماضي وجدنا ولأول مرة هنالك تحرك على مستوى الشارع في العراق، وبشكل واضح كان التحرك في مستوى الشارع الشيعي على وجه التحديد، وهذا كانت تعتبره إيران أنه مضمون بالنسبة لها، وأنها الأداة التي ترتكز عليه في الهيمنة والسيطرة على تلك المنطقة. وبالتالي الآن إيران كما تحدث الأستاذ منيف، سواء على صعيد الاستراتيجي والتوازنات الدولية، إيران تواجه منطقة الخليج برمتها، وأيضا المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية، إثر العقوبات التي فرضت والتي كانت مشددة خلال العام 2019. ولكن الأكثر من ذلك على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد، باعتقادي وباعتقاد المراقبين، أنه لا مستقبل حقيقي للوجود الإيراني في هذه المنطقة. الحقيقة الدكتور غنام، في العراق على وجه التحديد مسألة التحركات الشعبية والمطالبة بالتغيير مسألة أصعب بكثير مما حدث في دول أخرى، باعتبار أن الطبقة السياسية بحد ذاتها كانت نتيجة للاحتلال الأمريكي من جهة وللهيمنة الإيرانية من جهة أخرى. وبالتالي خروج الشارع العراقي للضغط على الطبقة السياسية برمتها والمطالبة بالتغيير طالب حكومة تكنوقراط، كل ذلك الحقيقة يشير إلى مدى تقدم الوعي على مستوى الشارع العراقي، وهذا ما خشيت منه إيران. بالمناسبة ردة الفعل كانت ردة أمنية وعنيفة للغاية. خلال الفترة الماضية جاء قاسم سليماني وحاول أن يتحكم بصورة المشهد من الناحية الأمنية، شهدنا الاختطاف، شهدنا القتل، شهدنا الاحتجاز، وشهدنا كل أنواع العنف ضد لكن هناك من يتخوف سيد سامي دكتور رامي، هناك من يتخوف من المحللين أن قد تكون هذه الحركة للميليشيات بهذا الزخم هي حركة لوأد حركة الاحتجاجات، بوصف هؤلاء المحتجين بأنهم عملاء للولايات المتحدة. أنت محق تماما. المنهج الإيراني سواء في التعامل مع الاحتجاجات التي حدثت داخل إيران أو الاحتجاجات التي حدثت في لبنان، وسمى زعيم حزب الله الإرهابي حسن نصر الله بأن المتظاهرين في لبنان بأنهم عملاء السفارات، نفس التوصيف أخذه بعض أساس العراقيين وبعض زعماء الميليشيات العراقية لتوصيف المتظاهرين الموجودين في الشارع العراقي. ولكن هذا لا يلغي الحقيقة بأن ما يحدث الآن هنا هي ثورة لتحقيق الاستقلال الوطني، وإن كانت متوجهة بشكل أساسي إلى الطبقة السياسية. الاستقلال الوطني كان منقوص خلال السنوات الماضية بسبب الهيمنة الإيرانية. وما هي رؤيتك للعراق أو أحداث العراق أو مستقبل العراق بعد أحداث يوم قبل أمس إلى اليوم، ويعني مداهمة المنطقة الخضراء من قبل ميليشيات الحشد الشعبي؟ باعتقادي أن الميليشيات سوف تتحرك خلال الفترة الماضية وهذا هو خلال الفترة القادمة، وهذا هو خيار النظام الإيراني للتعامل بعنف مع أي تهديد للنفوذ الإيراني الموجود على الساحة العراقية. ولكن هذا حل سريع ولن يؤدي إلى حالة من الاستقرار للنفوذ الإيراني خلال الفترة المقبلة. ما حدث خلال الأسابيع الماضية تحرك مهم للغاية. نقطة أخيرة اسمح لي بالإشارة إليها، وهي أن مسألة التغيير في العراق هي مسألة طويلة بسبب التعقيدات الموجودة في العراق، التعقيدات الديموغرافية، نموذج النظام السياسي الموجود هنالك والذي أنشأته إيران لكي يكون تابعا لها، وبالتالي إمكانية التغيير إمكانية صعبة للغاية، وباعتقادي أنه سوف يأخذ وقتا طويلا. نعم، استمعنا حديث الدكتور رامي أستاذ منيف، لكن هناك من يخالف ويقول اليوم نحن يعني نشاهد مشهد يشبه سيناريو عام 1979 عندما احتلت عناصر من الحرس الثوري السفارة الأمريكية وانقلبت على الحكم وتصدير ثورة إلى آخره. اليوم نحن هذا مشهد يشابه ذلك المشهد بهجوم على السفارة الأمريكية، خروج الأمريكان، استيلاء ما يشبه الحرس الثوري، هو الحشد الشعبي 140 ألف مقاتل
على مقاليد الحكم في العراق، توافق؟ كارتر ليس ترامب وترامب ليس كارتر. نعم. ترامب له تقريدة أعتقد قبل ساعة قال كلمة مهمة. نعم. إذا أراد الشعب العراقي أن يتحرر من الهيمنة الإيرانية سوف نساعدهم، وهذا خطاب مهم. الولايات المتحدة هي من أسقطت نظام صدام حسين، لم تسقطه طهران. نعم. الولايات المتحدة اتخذت قرار إسقاط نظام صدام حسين واستطاعت إسقاطه، وهي من سلمت العراق لإيران. الآن هناك تغير بالخطاب، هل هو إحساس بالخطأ وعودة عن هذا الخطأ تعتقد بهذه الحركة؟ هي استراتيجية كانت في مرحلة من المراحل، خاصة أنه نعرف أنه السياسة الخارجية الأمريكية الرئيسي لعبد الرئيسي في تغييرها. يعني ليست كما يعتقد الكثير من بعض المحللين العرب أنه هناك مؤسسات ترسم السياسة الخارجية وهي ثابتة، مو صحيح. الرئيس يستطيع تغيير السياسة الخارجية بدليل إيزنهاور وجون دالاس، نيكسون وكيسنجر، جورج بوش الأب وجيم سبيكر، ففي تغييرات. ترامب بتصريحه اليوم أنا أعتقد الولايات المتحدة لديها استراتيجية. لاحظ الإجماع اللي حدث من الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي لما حدث في العراق. نعم. الحديث عن أنه ضبط النفس اللي مارسته الولايات المتحدة أخذته إيران أنه حالة من الضعف، أعتقد الجميع من معظم أغلب الأصوات اللي تطالب بالحزم الآن هي أصوات ديمقراطية. نعم. خاصة في مرحلة مهمة بالنسبة لترامب. أعتقد المشهد يختلف، ترامب يختلف عن جيمي كارتر. جيمي كارتر كان متردد وكان في مازق كبير، أعتقد المشهد يختلف. بغداد ليست طهران، أنا أعتقد أنه الحسابات اللي اتخذتها الميليشيات حسابات خاطئة، وأعتقد أنه قد يكون تصعيد في الفترة القادمة. ودعم لهؤلاء المحتجين؟ بلا شك، ترامب أعتقد أعلنها أنه سنساعدهم بالخروج من الهيمنة الإيرانية. أعتقد أنه هناك استراتيجية أمريكية جديدة في العراق. نعم. سيد رامي خليفة العلي، في لبنان يبدو الوضع أيضا ساخنا بعد تكليف السيد حسان دياب، ما زال المحتجين أمام منزله يطالبون طبعا بالرحيل. كيف تشوف المشهد السياسي في لبنان والبلد اقتصاديا أيضا على حافة الانهيار؟ يعني الحقيقة إيران لا تستطيع أن تدير شؤون البلدان التي تريد احتلالها أو تريد الهيمنة عليها أو قامت بالهيمنة عليها خلال الفترة الماضية، وربما النموذج اللبناني كما النموذج العراقي نموذج صارخ للتخبط الإيراني على وجه التحديد. حزب الله الذي حكم لبنان خلال العقد الماضي والذي استعار فقط شكل النظام السياسي في لبنان، ولكن في المضمون كانت السيطرة الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية هي لصالح حزب الله، وبالتالي هذه السيطرة والتحالف مع التيار الوطني الحر على وجه التحديد ذلك أدى إلى حالة من عزلة لبنان عن محيطه الإقليمي، عن محيطه العربي، والاكتفاء بإيران، بحيث أن وزير الخارجية كان وزيرا لخارجية إيران في الجامعة العربية وفي اجتماعات الجامعة العربية. وبالتالي الآن ما يطلبه المحتجين في الشوارع هو تغيير طبيعة النظام السياسي، بحيث يكون هنالك إعادة رسم النظام السياسي بما يتوافق مع الدولة الوطنية الحديثة، وإعادة الروح إلى الدولة اللبنانية، لا أن تكون جزءا من الهيمنة الإيرانية وجزءا من المشروع الإيراني في المنطقة. هذا هو المطلب الأساسي. طبعا هنالك مطالب داخلية وهي محاربة الفساد، محاربة طبقة سياسية فاسدة، الدعوة إلى الوحدة الوطنية، وبالتالي أيضا طبيعة النظام السياسي الذي تشكل في لبنان قبل أن يتشكل لبنان. بالمناسبة كما تعلم دكتور غنام، منذ عام 1860 وبعد النزاعات التي حدثت هنالك ترسخ ذلك النظام السياسي والمحاصصة الطائفية القائمة في لبنان، وبالتالي يصعب أن نتخيل أنه سريعا سوف ينتقل النظام السياسي في لبنان إلى نظام جديد يتجاوز الطائفية ويتجاوز المذهبية ويتجاوز الانقسامات الاجتماعية. وبالتالي الآن هنالك محاولة، هنالك مطالبة، ولكن الطبقة السياسية من مصلحتها استمرار النظام، حتى وإن كان البعض ربما يعارض حزب الله، ولكن استمرار النظام السياسي بحد ذاته. لذلك هي مسألة غاية في الصعوبة، هل يستطيع يستطيع حسان دياب بالفعل أن يتجاوز حالة التدهور الاقتصادي؟ باعتقادي أنه في السنوات الماضية كانت دول الخليج العربي على وجه التحديد غالبا ما تنقذ لبنان من الأوضاع الاقتصادية السيئة، ولكن الآن بما أن لبنان أصبح جزءا من المشروع الإيراني فعلى إيران أن تقوم بهذا الدور وعلى حزب الله أن يقوم بهذا الدور. وهل برأيك حسان دياب سيستطيع ذلك وهو محسوب على لون واحد، أقصد حزب الله ومراسليه؟
ممتاز، لأنك أشرت الدكتور غنام إلى نقطة على غاية من الأهمية، وهي الميثاقية اللبنانية التي غالبا ما يتحدث عنها الساسة اللبنانيين، بمعنى أن يكون منصب رئيس الحكومة لصالح السنة وأن يكون باختيارهم أو على الأقل برضاهم، وهذا ما لم يحدث في لبنان، وبالتالي ذلك سوف يمثل مطعنا في شرعية حسان دياب بالأصل، فما بالك في عملية التوائمات التي قادها حزب الله والبعيد عن تمثيل السنة في هذه الحكومة. وبالتالي باعتقادي أنه من حيث الشرعية الدستورية وشرعية العرف السياسي الموجود في لبنان، فإن هذه الحكومة تفتقد إلى الكثير، وربما هذا ما سوف نراه خلال الفترة القادمة. ولكن باعتقادي أن الحراك أيضا كما في العراق، نتحدث القول أنه في لبنان أيضا هنالك حراك لاستبعاد تلك الميليشيات التي تريد إبقاء سيطرتها على الوضع في لبنان، للأهمية الجيوستراتيجية المهمة بالنسبة لنظام طهران. نعم سيد منيف الحربي، يبدو طبعا المشهد في سوريا أكثر تعقيدا، دول كثيرة في سماء سوريا تتصارع على مصالح على الأرض، كيف تشوف المشهد السوري؟ النظام لم يتبقى له إلا إدلب كخارجة عن السيطرة، قوات روسية، قوات إيرانية، قوات تركية وميليشيات تركية أيضا في الشمال، قوات أمريكية في الشرق وجزء من الشمال، كيف شايف المشهد في سوريا وإلى أين يذهب في نهاية العام 2019؟ المشهد في سوريا نجاح لموسكو، يعني موسكو كانت لها القول الفصل، وخل نشير أنه التدخل الروسي حدث في سبتمبر 2015 بعد اجتماع بوتين ونتنياهو، فأصبح هناك توافقات بين تل أبيب وموسكو وواشنطن على أن يكون القول الفصل في سوريا لموسكو، ونجحت موسكو في هذا الشأن، استطاعت أن تحقق ما تريد في إبقاء النظام والذهاب إلى المسار قرار مجلس الأمن 2254. بيدرسون أعلن عن تشكيل اللجنة الدستورية. أنا أعتقد روسيا كما نجحت في ضم القرم إليها من أوكرانيا، هي أيضا نجحت في الاستحواذ على سوريا. أعتقد حتى الإيرانيين أدركوا جيدا أنهم استخدموا كمطية وثمانين ألف مقاتل، ولكن في النهاية الآن موسكو حتى في وزارة الدفاع السورية تعيد هيكلة بعض القطاعات، بحيث أنه تصبح في نهاية المطاف ليس فقط طرطوس لديه حميميم أيضا. فبالتالي هو ستقبل إيران بذلك أن تخرج إذا كان القصد خروج إيران من سوريا؟ كيهان، صحيفة كيهان تكلمت من سنة ونص، المقربة للمرشد طبعا. المقربة للمرشد تكلمت عن أمرين. أول شيء أنه أخذنا كمطية في سوريا، وبالتالي القول الفصل هي لروسيا. الأمر الثاني تحدثوا كيف روسيا أعلنت القاعدة السرية اللي كانت تستخدمها للضرب في سوريا، وأنه اللي أعلنتها موسكو أنها استخدمت أحد القواعد الإيرانية في ضربات في سوريا. بلا شك أنه سوريا كانت عودة روسيا إلى منطقة الشرق الأوسط بالمشهد الواضح، ولكن خلنا نؤكد أنه اللقاء بين نتنياهو وبوتين تجاوز 12 لقاء فيما يخص الملف السوري. أنا أعتقد المسار السياسي هو الذي سيأخذ في نهاية الأمر. أعتقد في توافقات دولية حتى الأطراف المهمة في المنطقة العربية، الرياض والقاهرة، قبلت بالحل السياسي في سوريا. نعم سيد منيف بن عماش الحربي، الدكتور رامي خليفة العلي، أرجو أن تبقي معنا. السيدات والسادة، فاصل قصير ثم نعود بعده لمتابعة هذا الملف في مجمل القول، لا تذهبوا بعيدا.
اهلا بكم يا سيدات والساده من جديد الى مجمل القول وملف هذا المساء حول حصاد العام 2019. ضيوفي السيد منيف بن عماش الحربي الكاتب والمحلل السياسي، ومن باريس الدكتور رامي خليفه العلي استاذ الفلسفه السياسيه في جامعه باريس. دكتور رامي، لعلنا نذهب معك، لم يتبقى لنا في المشرق العربي سوى اليمن. اليمن كيف ترى الوضع هناك، سواء الوضع السياسي او الوضع الميداني، خصوصا بعد اتفاق الرياض بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، توحيد البندقية اليمنية تجاه ميليشيا الحوثي، ونقص الامدادات للحوثي نتيجة العقوبات على إيران؟ الحقيقة دعني أشير إلى نقطتين الحقيقة على علاقة مع الوضع في اليمن، وهو ما ترسم الحقيقة العام 2019 على الصعيد منطقة المشرق العربي على وجه التحديد، وأن هنالك طرفان إقليميان كان يريدان الهيمنة بل يتنافسان على الهيمنة. نتحدث عن إيران بشكل مباشر وعن تركيا التي كان لها في أكثر من دولة، لكن إيران على وجه التحديد خلال الأشهر الأخيرة تراجع دورها إلى حد بعيد، وبالتالي هذا سمح بعض التقدم. وهنالك حديث عن مفاوضات جرت في ستوكهولم، وجرى هنالك اتفاق حول الحديدة، وبالتالي في العام 2019 استطاعت الشرعية واستطاعت المملكة العربية السعودية أن تدعم الشرعية للوصول إلى حالة مع التوافق، خصوصا في اتفاق الرياض، لأن الأحداث ربما أو التنافس ما بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية كان مؤسفا للغاية. الآن هنالك تقدم من حيث توحيد البندقية، ومن حيث أن جماعة الحوثي وأمام الصعوبات التي يعاني منها النظام الإيراني نتيجة العقوبات ونتيجة قلة الإمكانيات المادية لدعم تلك الجماعة، بالتالي أصبح لا توجد الكثير من الخيارات أمامها سوى المضي في التوافق مع الحكومة الشرعية أو على الأقل إجراء المفاوضات. وبالتالي هذا الملف مهم للغاية، سواء بالنسبة لمنطقة شبه الجزيرة العربية، لأمن القومي للمملكة العربية السعودية، واستطاعت المملكة إدارة هذا الملف بحنكة وب مهنية بالغة خلال السنة الماضية، بالرغم من أن إيران على وجه التحديد كانت تريد أن تستغل هذا الملف للضغط على المملكة العربية السعودية، ولكن كل ذلك باء بالفشل. بالمناسبة أن هنالك تأييد كبير لموقف المملكة، شهدنا ذلك في القمم الثلاثة التي استضافتها مكة المكرمة في نهاية شهر رمضان المنصرم، وبالتالي هنالك تأييد لموقف المملكة وهنالك دعم عربي وإسلامي لهذا الموقف. نعم، هل تعتقد أن الحوثي من الممكن أن ينزل عن الشجرة ويقبل بحل سياسي، أم يفضل الانتحار بأمر إيراني؟ إذا كان الخيار له باعتقادي أنه سوف يفضل الانتحار، ولكن الواقع السياسي والاقتصادي ربما هو الذي سوف يفرض شروطه في نهاية المطاف. إيران التي تعاني من أزمة كبيرة في العراق، مكان نفوذها الأساسي وحديقتها الخلفية كما تعتقد، وكذلك لديها مشكلات في اليمن في سوريا، وإمكانية دعم تلك الميليشيات حتى نهاية الطريق باعتقادي أنها إمكانية صعبة، وبالتالي الوضع في اليمن وضع معقد للغاية. لعلك تذكر المقولة للرئيس الراحل علي عبد الله صالح من أن حكم اليمن يقتضي الرقص فوق رؤوس الأفاعي، وبالتالي تلك الجماعة الإرهابية من الصعب أن تعمد إلى السيطرة على الحياة السياسية والاقتصادية في اليمن بتركيبته الديموغرافية وبأوضاعه الجغرافية والتاريخية وما إلى ذلك. لذلك باعتقادي إذا كان الخيار لها سوف تعمد إلى الانتحار، ولكن الشروط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية سوف تفرض نفسها في نهاية. لكن عبد الملك الحوثي ليس يعني عبد الله صالح، قد تلدغه الأفاعي، لم تكن لدغتها كثيرا. نعم، أريد أن أذهب إلى المغرب العربي سيد منيف الحربي. في ليبيا تحديدا الجيش الليبي بقيادة اللواء حفتر الآن في وسط طرابلس، حيد مصراته، حيد الزاوية، السراج استنجد بتركيا، تركيا ترسل مقاتلين غير شرعيين، البعض وصفهم بالإرهابيين إلى ليبيا. كيف تشاهد ليبيا في نهاية عام 2019 ومستقبلها في 2020؟ أعتقد الحل السياسي لن يأتي إلا بعد حسم معركة طرابلس. اليوم حفتر في القاهرة واجتماع مع الرئيس السيسي، ثم سينتقل إلى اليونان وقبرص. أنا أعتقد لم يعد بالإمكان الحل السياسي قبل حسم معركة طرابلس. حفتر سيطر على ترهونة، هذا مهم بالنسبة له، في محاولة لتحييد مقاتلي مصراتة في هذا الأمر، ولا زال الأمر فيها أخذ ورد. ولكن أعتقد أنه الأطراف المهمة، فرنسا رافضة لاتفاق السراج وأردوغان،
إيطاليا رافضة، الاتحاد الأوروبي رافضة. أنا أعتقد أنه قد نشهد كما قال عقيل صالح لن يكون هناك حل سياسي إلا بعد حسم معركة طرابلس. أنا أعتقد أنه في رغبة في الذهاب بعيدا في معركة طرابلس، وبالتالي بعد تحرير طرابلس أعتقد أنه سيكون هناك حل سياسي، بغض النظر أنه غسان سلامة يتكلم عن حالة الإحباط اللي يعاني منها، لكن أنا أعتقد جميع الأطراف رأت أنه الوفاق ما هي إلا امتداد للإخوان وامتداد لممارسات أردوغان، وأعتقد أنه فقدت كثير من شرعيتها اليوم في الجامعة العربية. نعم كان الحوار الاجتماع استغرق 5 ساعات لم يخرج إلى نتيجة مهمة، ولكن تحدث على رفض التدخلات الأجنبية دون أن يسميها، وأعتقد أنه المرحلة القادمة قد نشهد تسمية لهذه التدخلات الأجنبية. والسفارة الأمريكية أيضا سمتها التدخلات الأجنبية واستقلال الليبي، لكن لم تتحدث عن تركيا تحديدا. أريد أن أتحدث عن الملف التركي، نبدأ من ليبيا. يعني تركيا هل تعتقد أنها سترسل جنود نظاميين فعلا وتكرر نبع السلام في سوريا في ليبيا أيضا؟ هل ستجازف؟ هل ستصمت مصر واليونان وقبرص المعنيين أيضا بهذه الاتفاقية بين تركيا والسراج؟ أعتقد زعيم حزب الشعب التركي تحدث عن رفض لهذا الأمر، ولكن أنا أعتقد أنه أردوغان من رأى استراتيجية أردوغان هو مثل الإيرانيين، يذهب إلى حافة الهاوية ثم يعود. أنا أعتقد قد يحصل على موافقة من البرلمان، ولكن سيتخذها كورقة كذريعة للتفاوض. ولكن ليش كل العالم كان ضد عملية نبع السلام ومع ذلك دخلت تركيا في شمال شرق روسيا رغم المعارضة الدولية حتى في حلف الناتو حلفائه؟ ثم تعتقد أنه ممكن يتخذ نفس هذا الأمر في ليبيا؟ ثم تراجع لو تلاحظ بعد أن بدأت العملية بأسبوعين، يعني وكان يبحث على 30 كيلو في 500 كيلو ويتحدث عن هو هذه طريقته. ليبيا ليست جغرافية محادة لتركيا، وضعها يختلف عن سوريا. بالنسبة له ليبيا هي ورقة خطرة جدا، ولكن يريد أن يستخدمها بسبب هذا التحالف المصري القبرصي اليوناني في موضوع شرق غاز الشرق المتوسط. ولكن خلنا نشير إلى نقطة مهمة، أردوغان هو يستخدم ملفات بسبب وضعه الداخلي. نعرف أنه في أحمد داود أوغلو الآن شكل حزب المستقبل، علي بابيجان في يناير سيشكل حزب، عبد الله جول انسحب من حزب العدالة والتنمية، فبالتالي أردوغان يعاني من تصدع الحلف، تصدع للحزب، وأيضا تراجع لشعبيته، خاصة أنه بعد خسارة أزمير معقل العلمانية وأنقرة معقل النخبة السياسية وأسطنبول معقل النخبة الاقتصادية وخسارته لها في الانتخابات البلدية كان مؤشر مهم. لكن خلنا نشير نقطة مهمة، أنه من يهدد الأمن القومي العربي؟ اللي يهدد الأمن القومي العربي الآن طهران وأنقرة. أنا سأكون أكثر شفافية في هذا الأمر. طهران بعض الدول العربية لا زالت تستخدم خطاب ضبابي تجاه طهران، هي لا تنظر أنه طهران من مهددات الأمن القومي العربي، هي تريد علاقات جيدة مع طهران رغم ممارساتها. ولكن نفس هذه الأطراف دكتور لما يجي تجاه أنقرة يتعامل مع أنقرة أنها عدو ومهدد للأمن القومي العربي. يجب أن يكون هناك لغة مشتركة حتى من الجامعة العربية. مهددات الأمن القومي العربي لا تستطيع أن تتحدث أنه الحوثي يدعمه طرف خارجي، يجب أن تسمي هذا الطرف الخارجي. أنا أتكلم لبعض الأطراف العربية حتى في بيانات الجامعة العربية، يجب أن يسمى أن الحوثي يدعمه من قبل طهران، وأيضا أنقرة من مهددات الأمن القومي اللي تهدد الأمن القومي سواء في ليبيا سواء في مصر سواء في السودان. هنا الإشكالية في العالم العربي أنه هناك خطاب مزدوج، لذلك هذه الأطراف طهران تنظر إلى بعض الدول العربية أنها لا ترى أنها تشكل خطر، وبالتالي تخلق تماهي معها حتى في المواقف السياسية أو تخترق الجسم العربي عن طريقها. يعني أحيانا وتركيا الآن نفس الطريقة، تركيا بالنفس تستخدم نفس الطريقة. لذلك أنا أعتقد أنه من مهددات الأمن القومي العربي يجب أن نحدد هناك 3 قوى، أنقرة وطهران وتل أبيب. تل أبيب أصبحت أقرب إلى
مفهوم السلام من المفهوم العداء، خاصة بعد التحولات اللي تحدث في إسرائيل والهجرة المعاكسة. لكن أنقرة وطهران تريدان أن تلعبان الدور الأكبر في المنطقة، وممارساتهم على أرض الواقع هي ممارسات مهددة للأمن القومي العربي. فبالتالي على الأطراف العربية أن تتعامل بخطاب موحد، طهران نعم. عدو وأنقرة عدو. نعم. سمحت أستاذ منيف الدكتور رامي الخليفة العلي. سيدات السادة، فاصل قصير نعود بعده للجزء الأخير من مجمل القول، لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم أعزائي من جديد إلى مجمل القول في جزء الأخير. ضيوفي الأستاذ منيف بن عماش الحدب الكاتب والمحلل السياسي، والدكتور رامي خليفة العلي من باريس أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة باريس. دكتور رامي خليفة العلي، كيف ترى السياسة الأمريكية في المنطقة، خصوصا طبعا بعد الضربة الأمريكية لميليشيات إيرانية في العراق؟ يبدو أنه منذ تولي الرئيس ترامب هناك عودة أمريكية إلى المنطقة لملء الساحات التي خلفتها إدارة أوباما في السابق، وأصبحت تهدد الأمن الأمريكي وأمن الحلفاء في المنطقة حتى. الحقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية عادت بقوة مع الرئيس ترامب، وخصوصا فيما يتعلق بالملف الإيراني. الحقيقة كان هنالك بعد الاتفاق النووي ما بين إيران ودول 5+1، كان هنالك تحولات استراتيجية على غاية من الأهمية، بحيث أطلقت يد إيران في الوضع في سوريا وكذلك الوضع في العراق، مما أدى إلى الكثير من المآسي والكثير من الكوارث في هذه المنطقة. وبالتالي السياسة الأمريكية الجديدة مع الرئيس ترامب الحقيقة كان لها دورها ربما في تقليص النفوذ الإيراني في هذه المنطقة، خصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية كما تعلم دكتور قنام قامت بالانسحاب من الاتفاق النووي من جهة، وقامت بفرض عقوبات سواء الحزمة الأولى أو الثانية، أو فرض عقوبات على الحرس الثوري. وبالتالي السياسة الأمريكية تجاه إيران ربما كان لها دور أساسي في خلال الفترة الماضية، ويتوقع أن يستمر هذا الدور خلال العام المقبل. هذا من جهة. من جهة أخرى الحقيقة فيما يتعلق بالوضع في سوريا، كان الانسحاب الأمريكي أو على الأقل إعلان الانسحاب الأمريكي من شرق سوريا أيضا كان مؤثرا، وربما السياسة الأمريكية في هذا الملف بالذات قد سلمت الأمر إلى الجانب الروسي كما أشار الصديق العزيز الأستاذ منيف. فيما يتعلق بمناطق أخرى في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية في ظل دونالد ترامب، قيادة دونالد ترامب، باعتقادي أنها كانت واضحة تماما في مجمل الملفات، لم ترد الدخول في أي عملية عسكرية في منطقة الشرق الأوسط أو في مناطق أخرى، وبالتالي كان هنالك رغبة بالتواصل مع كوريا الشمالية. فيما يتعلق الآن بالقضايا العربية، باعتقادي أن ربما النقطة أساسية شهدت الكثير من الرفض على مستوى الشارع العربي، وهو السياسة تجاه القضية الفلسطينية واتجاه الاعتراف بالقدس كعاصمة للدولة العبرية، وذلك الحقيقة ربما مثل استمرار الحقيقة لنفس النهج فيما يتعلق بهذه القضية بالذات. وبالتالي باعتقادي أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن لديها سياسات واضحة وسوف تكون مؤثرة خلال الفترة المقبلة، وهي تحتفظ بعلاقاتها الاستراتيجية مع دول المنطقة، وهذا مهم للغاية في ظل لكن هناك دكتور رامي من يرى أن مؤثرات التواجد الروسي هي من جلبت عودة أمريكية بهذه القوة، خصوصا التقارب الروسي مع حلفاء تقليديين للولايات المتحدة الأمريكية. أنت محق تماما. هنالك الحقيقة نفس للحرب الباردة شهدناه خلال ال4 سنوات الماضية وربما حتى ما قبل ذلك، وأمام عودة لقواعد عسكرية روسية موجودة في سوريا سواء قاعدة حميميم أو طرطوس، أو الآن يتم الحديث عن قاعدة في منطقة الجزيرة السورية. وبالتالي هنالك الحقيقة عودة للجانب الروسي، ولكن دعنا نشير إلى الولايات المتحدة الأمريكية ما تزال هي القوة العظمى، والوجود الروسي جاء بتوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية وليس بالتناقض مع الولايات المتحدة الأمريكية. دعنا نشير، عندما قررت الولايات المتحدة أن روسيا لن تعبر نهر الفرات إلى الضفة الشرقية، بالفعل حافظت على ذلك القرار، ولم تستطع روسيا التدخل في تلك المنطقة عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بقصف مرتزق روس وأدى إلى مذبحة في هذا الإطار. هذا مثال على أن التواجد الروسي في منطقة شرق المتوسط ليس بالضد من الإرادة الأمريكية، ولكن وفقا للتفاهمات الموجودة ما بين الطرفين. لذلك باعتقادي
بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الانخراط في مواجهات عسكرية، ولكن ما تزال تحافظ على مصالحها في هذه المنطقة. الآن التطور المهم الذي يحدث في العراق ربما يكون امتحان جديد للسياسة الأمريكية. في بعض الأحيان خلال العام 2019 لم تكن السياسة الأمريكية بالمستوى المطلوب للرد على التهديدات، خصوصا بعد تهديد السفن التجارية والملاحة البحرية في منطقة الخليج العربي. كان يتوقع أن يكون هنالك رد أمريكي، ولكن ذلك لم يحدث، وبالتالي هنالك امتحان حقيقي للسياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. نعم أستاذ منيف الحربي، الصين المستورد الأكبر لنفط المنطقة، الشريك التجاري أيضا، يبدو أنها بخلاف قوى الاقتصادية تبحث اليوم كما يقال في الصين المياه الزرقاء العميقة بإنشاء أساطيل لحاملات الطائرات. هل تعتقد أن هذا قرن صيني جديد؟ أسبر وزير الدفاع الأمريكي في بروكسل قبل شهرين تحدث أخذنا على حين غرة بصعود الصين. استراتيجيا نيكسون في 72 عندما أعاد العلاقات مع الصين كان يتحدث أن الصين ثقلا موازيا للاتحاد السوفيتي لا يمكن الاستغناء عنه، وبالتالي كانت العلاقة بين نيكسون وماو وشو من أفضل العلاقات. فكانت الولايات المتحدة تعمل على صعود الصين وتنميتها اقتصاديا لتحجيم النفوذ الاتحاد السوفيتي، خاصة أنه تعرف الماوية تختلف كثيرا عن اللينية وعن الماركسية. لكن أنا أعتقد الآن يحدث العكس، الولايات المتحدة أصبحت ترى روسيا ثقلا موازيا للصين لا يمكن الاستغناء عنه، وكأنه التاريخ يعيد نفسه. فالولايات المتحدة كما مكنت علاقات مع الصين بهذا الصعود، الآن من هيلسنكي، من اجتماع هيلسنكي في جون 2018 بين بوتين وترامب، الولايات المتحدة سامحت روسيا بالصعود بشكل أكبر لتصبح ثنائية القطبية، بحيث أنها تستطيع الولايات المتحدة مع روسيا. الولايات المتحدة على فكرة ترى عام 88 نيكسون كتابه الشهير نصر بلا حرب كان يتحدث عن صعود الصين ويتحدث عن صعود اليابان ويتحدث عن أوروبا الغربية العملاقة المفتتة اللي يسميها. فبالتالي الولايات المتحدة أدركت جيدا الصين، الدراسات تشير 2050 ستكون القوة الاقتصادية الأولى والقوة العسكرية الأولى. في البحرية، في النشاط البحري وفي الصناعات البحرية تفوقت بشكل كبير، الآن لديها صواريخ تسقط الأقمار الصناعية. لذلك الاستراتيجية الأمريكية الآن هي في السماح لروسيا بالصعود بشكل أكبر، لأن الولايات المتحدة أدركت جيدا أن منطقة التاريخ ليس فيه نظام أحادية القطبية، نظام روما القديمة سقط وسقط مع الولايات المتحدة أيضا، فبالتالي ستسمح لروسيا بالصعود. الصين لكن ألا تخشى من التحالف بين روسيا والصين كما هو في السابق، يعني ما بينهم الولايات المتحدة ما بينهم الأمريكا ترى أن الاتحاد السوفيتي لديه تاريخ طويل. لماذا لا تساعد الدول الأوروبية أن تكون موازية للصين؟ لا أفضل من أن تكون روسيا. لا تستطيع بالنسبة للولايات المتحدة. لا تستطيع يعني أوروبا في النهاية مفككة ترى، وتسمى القارة العجوز ولا يربطها. في مقولة مشهورة: الأحلاف يجمعها الخوف وليس يجمعها الحب. فبالتالي هذه من ضمن نقاط الناتو. لذلك الصين أنا أعتقد نحن نشهد تحالف أمريكي روسي قادم مع تل أبيب أيضا، واجتماع 25 جون 2019 في تل أبيب مائير بن شبات وبولتن وباتروشيف، أعتقد أنه يشكل هذا التحالف نوالي القادم. هذا التحالف القادم. أنا ما دمنا نتحدث عن أوروبا أريد أن أذهب دكتور رامي العلي في باريس. دكتور رامي، تغييرات أوروبية مهمة جدا، فهل صعود المحافظين بهذا الشكل اليوم في مجلس العموم والتوافق بين جونسون وترامب، صعود اليمين في ألمانيا أيضا وفرنسا، توجه توافق أن اليوم الخارطة الأوروبية تتوجه يمينا، وما انعكاساتها على المنطقة العربية بالتالي؟
الاتحاد الأوروبي بشكل عام الآن يعاني من وضع من حالة من الضعف وحالة من التفكك وحالة الحقيقة من فقدان البوصلة. الاتحاد الأوروبي على امتداد الستة عقود الماضية ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية كان يعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية في القضايا الاستراتيجية وفي التوازن الاستراتيجي خصوصا مع الجانب الروسي، ولكن الآن مع سياسة أمريكا أولا وجد الاتحاد الأوروبي نفسه وحيدا بعد تخلي الولايات المتحدة الأمريكية وبعد سياسة جديدة فيما يتعلق بحلف الناتو، هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا بعد خروج بريطانيا والبريكسيت وتأييد الشارع البريطاني بقوة لهذا البريكسيت، وبالتالي هنالك أسئلة كثيفة الحقيقة حول مشروع الاتحاد الأوروبي بحد ذاته. النقطة الثالثة وهو صعود تيار اليمين الشعبوي الذي يحكم الآن في إيطاليا في النمسا وفي عديد الدول الأوروبية، وبالتالي هل بالفعل هنالك مستقبل لمشروع الاتحاد الأوروبي؟ هذا السؤال بدأ الآن جدي للغاية أمام الطبقة السياسية في الدول الأوروبية. كان هنالك وعود بالإصلاح شهدنا على لسان الرئيس الفرنسي وكذلك المستشارة الألمانية، ولكن ذلك لم يحدث في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وبالتالي في نهاية العام 2019 يبدو أن المستقبل ليس جيدا للاتحاد الأوروبي الذي لا يستطيع الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية ولا يستطيع في فترة وجيزة بناء قوة عسكرية يمكن أن تجعل له موقعا في خارطة التوازنات الدولية مع وجود روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين وأطراف دولية أخرى. نعم، وبالتالي هذا يؤثر على قوة حلف شمال الأطلسي خصوصا بعد التصريحات اللي سمعناها من قادة هذا الحلف. أنا أريد أن ننتقل في الدقيقتين المتبقية من البرنامج إلى أمر اقتصادي. أستاذ منيف الحربي، هل تعتقد أننا في هذه الألفية وبداية العقد الثالث اليوم نشهد نهاية الرأسمالية؟ هل نحن أمام طريق ثالث اقتصادي في العالم بعد انتهاء الشيوعية بالطبع؟ طبعا الطريق الثالث طرحه كلينتون وتوني بلير أولا. بينغ تحدث عن في مناسبة 40 عام من الإصلاح، تحدث عن اقتصاد السوق الاشتراكي. كثير من الطروحات الآن حتى في شيكاغو واحدة من معاقل الرأسمالية الحديث عن الطريق الثالث وهي المزاوجة بين الرأسمالية والاشتراكية. يبدو أن الكثير من الدول أصبحت تعاني من الرأسمالية كما عانت من الاشتراكية، وبالتالي هذا الطرح الآن تعرف بالبداية يخرج يعني نموذج صيني مثلا لاقتصاد السوق يعني يزاوج بين الاشتراكية والرأسمالية. يعني الصين هم يدعون أنهم لديهم اقتصاد السوق الاشتراكي، فبالتالي قد نرى مزيج بين الرأسمالية والاشتراكية، ولكن هذا الطرح كان بين كلينتون وتوني بلير ولكن توقف. أعتقد أنه الآن يعاد من جديد، خاصة أنه بعد فشل إجماع واشنطن، ما يسمى واشنطن كونسنسس على اقتصاد السوق، عانت الآن الدين العام في العالم دكتور تجاوز 350 تريليون، بينما الناتج المحلي لم يصل إلى 85 تريليون دولار. فبالتالي يبدو أنه قد يكون هناك نموذج قادم يتجاوز الرأسمالية والاشتراكية. وكيف شايف الصراع التجاري الأمريكي الصيني؟ أعتقد في اتفاق قادم في 15 يناير بين اتفاق جزئي بين الولايات المتحدة والصين. الولايات المتحدة هي هذا نفس الخلاف اللي كان مع اليابان، ليست جديدة الخلافات الأمريكية التجارية. يعني مع اليابان في 94 كلينتون حدد بفرض رسوم 100% على السيارات الفاخرة والضرب باتفاقية منظمة التجارة العالمية، ومع ذلك أصبح هناك اتفاق العودة. نعم، سيد منيف بن عماش الحربي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. الدكتور رامي خليفة العلي أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة باريس، شكرا جزيلا لك. السيدات والسادة، شكرا جزيلا لمتابعتكم. حتى ملفات أخرى في مساء الغد، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.